يقول السائل: هل يجوز لي طواف الوداع بعد صلاة الفجر علما بأني سوف أسافر بعد صلاة الظهر، حيث لدي طفلة صغيرة وأخاف عليها من الحر عند طوافي وقت الظهيرة، وجزاكم الله خيرا. إذا كنت طفت بعد الفجر وانتظرت السفر، أنت في انتظار للسفر، ما نويت إقامة، وإنما أنت في انتظار السفر بسبب ظروف حصلت لك، فهذا لا يؤثر على الوداع، الوداع صحيح. أما إذا نويت الإقامة بعده فلا بد من إعادته. نعم.